هاشتاج أمال ماهر والقائمة بيتصدر مواقع التواصل الاجتماعي المصرية والعربية. أثار إحياء الفنانة المصرية أمال ماهر أول حفلة إلها بعد غياب طويل امتد لعام بعد إعلانها اعتزال الغناء جدل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي. أمال ماهر أحيت الحفل نهاية الأسبوع الماضي بمدينة العلمين الجديدة، وكشفت خلالها عن أحدث أغنياتها اللي رح تطرحها في الفترة المقبلة، وهي أغنية ذرة رجولة. وبلشت آمال ماهر ظهورها على المسرح بتوجيه رسالة شكر لجمهورها على حضورهم للحفل ودعمهم إلها، ووعدتهم بلقاءات أخرى قريبة. وقالت وسائل إعلام مصرية إنه الحفل شهد حضور عدد كبير من جمهور الفنانة، إضافة إلى حضور عدد من الفنانين المصريين. أما هاشتاج آمال ماهر فتصدر وسائل التواصل الاجتماعي وتداول محبي الفنانة المصرية صور وفيديوهات من الحفل، ووصف البعض عودتها للغناء بالعودة العظيمة. وحاول مغردون فهم وربط كلمات الأغنية الجديدة لماهر لمعرفة مين المقصود فيها، فعلق حسان وقال: أغنية أمال ماهر مبارح تفتكروا مين المقصود إنه ما عندوش ذرة رجولة، الوقت مدرسة للناس المخلصة ولكل قلب واحدة كويسة، سزقة في حبها وطيبة قلبها انت خزلتها، ذرة رجولة أو مسؤولية أو إنسانية، حاجات أموسك ما يعرفهاش، الصوت اللي تنبح وقلب اللي تفضح واللي ياما سرح في أحلام هبلة وما تسواش. أما الأمر الآخر اللي أثار مواقع التواصل الاجتماعي هو وسائل إعلام سعودية وطريقة تغطيتها للحفل، وحديث عدد منها عن أداء ضعيف للفنانة المصرية وتنظيم سيء وسماح بدخول مجاني لملء الفراغ في الحفل. وهذا الشيء دفع ببعض محبي أمال ماهر للتصدي والدفاع عن الفنانة المصرية، معتبرين أنه ما جرى هو هجوم منسق على خلفية ما روج بشأن زواجها من مسؤول سعودي ثم انفصالها عنه. واعتبر آخرون أنه اللي عنده أقل ذائقة فنية بيعرف بأنه هاي العناوين غير منصفة. وبعيدا عن تغطية الإعلام السعودي للحفل، احتفل بأمال ماهر العديد من الفنانين المصريين وأشادوا بحفلها، مثل الفنان المصري نبيل الحلفاوي اللي علق وقال: إثراء لساحة الغناء والطرب المصري والعربي، ودعم قوي لمساحة الفن الراقي الجاد المحترم. وإلهام شاهين اللي حضرت الحفل نشرت بوست وقالت: حفل أمال ماهر في العلمين، الله على مصر وجمالها، الرقي والشياكة في العلمين مع منظر البحر الساحر، وفنانة من أجمل أصوات مصر، الطرب الممتع مع أمال ماهر. الهاشتاج الثاني اللي تصدر مواقع التواصل الاجتماعي هو حوار القايمة، وصار جدل كبير وانقسام كبير حوالين هذا التقليد المتبع على نطاق واسع في مصر، وانقسمت الآراء بين مطالب بإلغائه ومطالب بالتمسك فيه لأنه بيحفظ حقوق المرأة في حالة الطلاق. والقايمة هو عرف شائع في المجتمع المصري بيكون بتدوين كل شيء بتشتريه المرأة هي أو عائلتها أو زوجها من مقتنيات وأثاث لمنزل الزوجية في قائمة، وبيوقع الزوج على هاي القائمة كوثيقة إنه ملزم بردها إذا طلب منه ذلك. وبتعتبر القائمة عقد من عقود الأمانة اللي ممكن يعاقب الزوج المصري الزوجة على خرقه بالسجن وفرض الغرامة، وممكن يوجه له تهمة تبديد منقولات زوجية، وممكن توصل للحبس لمدة 3 سنوات. وبدأ هذا الجدل بعد ما تناقلت عدة وسائل إعلام مصرية بتناقل حكم لمحكمة النقض في قضية محددة بيقضي بعدم أحقية إحدى المطلقات بقائمة المنقولات، وهو ما أعقب منشور لأكاديمي يدعى إسلام عبد المقصود يوم الثلاثاء على حسابه الخاص على فيسبوك، قال فيه: ألف مبروك للرجالة، القايمة سقطت في مصر. انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خلال اليومين الماضيين آلاف المنشورات والتغريدات التي عبر خلالها المصريون عن آرائهم حيال موضوع قائمة المنقولات الزوجية، وتنوعت الآراء بين مطالب بإلغائها بسبب استخدام الزوجات الخاطئ لها وبين من يرى أنها تحفظ حق الزوجة. فقالت فاطمة: حوار القايمة ده قسم الشباب نصين، نص فرحان ونص زعلان، والاثنين مش عارفين يتجوزوا أصلاً. أما محمد إسلام فقال: معلش يا جماعة، هي الرجالة المعترضة على حوار القايمة ده معترضين ليه؟ على فكرة ده الأصل في دينك إن زوجتك بتيجي معززة مكرمة على بيتها الجاهز من جميع النواحي، أنا شايف حتى لو هنتعب شوية أو كتير برضو الموضوع جميل جدا جدا جدا، وربنا يرزق كل واحد عايز يتجوز. أما عن سمية فقالت: أتمنى حوار القايمة ده يبقى حقيقي عشان حقيقي هكون ممتنة، وشايفة انها حاجة ملهاش اي لزمة، زيها زي الافراح اللي بيتصرف فيها مبالغ خيالية عشان شوية منظرة وشكليات. وصنباطي علق وقال: حوار القايمة ده فعلا حوار شائك، ما ينفعش نقول لأولياء الفتيات ما تكتبوش قايمة لما نراه من شباب ورجال فعلا لا يتحملون المسؤولية، وفيهم من التواكل والاستهتار وعدم الامانة ما فيهم، وده موجود بكثرة في المجتمع.